السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة وعدت إليكم من جديد لاستكمال شرح منهاج العلوم الحياتية للصف الحادي عشر علم معكم المعلمة رغدة كمال ملكة تحت إشراف المشرفة الفاضلة هدى المشارفة عزيز الطالب عنوان درسنا لهذا اليوم اللي بدات. يتوقع منك بعد دراسة هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تعرف اللي بدات. وتحدد أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الكربوهيدرات ثم تصنف الليبيدات وتشرح تركيب الدهن ثم تشرح تركيب الليبيدات المفسرة بداية سنبدأ في الليبيدات لنتعرف على هذه الليبيدات لابد لنا من معرفة مصدرها فهي من نوع من أنواع المركبات العضوية الحيوية داخل الخلية نستذكرها معا المركبات العضوية داخل الخلية تنقسم إلى أربع أنواع هي الكربوهيدرات ثم الليبيدات، ثم البروتينات، ثم الحموض النووية. تخصصنا سابقا وعرفنا وشرحنا تركيب الكربوهيدرات كاملة والصيغة العامة والخاصة لكل منهما وأقسامها. اليوم إن شاء الله سنتخصص في الليبيدات. بداية ما المقصود بالليبيدات؟ كما نرى هنا في هذه الصورة الليبيدات هي مركبات عضوية أيضا داخل الخلية حيوية معقدة التركيب، تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين. فهي نفس مكونات تركيب الكربوهيدرات، لكن لماذا صنفت كمركبات جديدة وأطلق عليها مصطلح الليبيدات؟ لنرى أوجه الشبه بينها وبين الكربوهيدرات والاختلافات أيضًا. أوجه الشبه بينها وبين الكربوهيدرات، لنرى هذا جزيء كربوهيدرات وهذا جزيء ليبيدات أو جزء لبيد لنقوم برؤيه العناصر فنرى هنا بان العناصر المكونه لجزيء الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين ايضا الجزيئات المكونه او المركبات والعناصر المكونه اللي الليبيد هو الكربون والهيدروجين ايضا والاكسجين لنكتب ما الفرق لنقوم بعد هذه الذرات وجدنا بان عند عد الكربون وجد ست كربونات ايضا الهيدروجين 12 ذرة، الاكسجين 6 ذرات، النسبة لا ننساها ابدا في الكربوهيدرات الصيغة العامة CNH2NON، والهيدروجين إلى الأكسجين كانت النسبة ثابتة 2 إلى 1، وتحققت هنا 2 بنسبة 2 إلى 1، 12 مقابله 6 ذرات من الأكسجين، وهذه النسبة تتحقق في الكربوهيدرات، لنرى الفرق إذا عند عد المركبات العناصر الموجوده داخل الليبيدات سنرى بأن الكربون 49 ذره، الهيدروجين 92 ذره، الاوكسجين 6 ذرات، فعند حصر النسبة بين الهيدروجين والاوكسجين فنرى نسبة مختلفة تماما لا تتشابه اطلاقا مع الكربوهيدرات، لذلك تم تصنيف هذه المركبات بهذه الاعداد الغريبة النسبة بين الكربون والهيدروجين إلى جزيئات الليبيدات، وهذا يعطيها أيضاً اختلافات في الخصائص الأخرى المختلفة. سنتخصص في هذه الخصائص، ونرى هنا بأن مصدر الكربون الكثير والهيدروجين هو وجود سلاسل كربونية طويلة جداً في جزيئ الليبيد وله من الأهمية ما يلي. يعني. اذا اوجه الشبه والاختلاف هي تتشابه الليبيدات مع الكربوهيدرات في العناصر المكونه لها وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين اما اوجه الشبه والاختلاف فهي تختلف عنها في نسب هذه العناصر داخل المركب وقابليتها للذوبان في الماء لنرى عزيز الطالب اهميه السلاسل الطويله في في الليبيدات لنرى هنا يعتبر الليبيدات وخاصة الدهون منها المصدر الثاني للحصول على الطاقة في الجسم وهذه الطاقة تنبع من وجود السلاسل الكربونية وذرات الهيدروجين الكثيرة الموجودة في جزيء الليبيد وسنتعرف عليها لاحقا عند إحصاء الطاقة الناتجة بين من الكربوهيدرات ومن الليبيدات وجد بأن جرام واحد من الدهون يعطي تسعة آلاف كالوري بينما في المقابل جرام واحد من الكربوهيدرات يعطي 4000 كالوري إذا النسبة تفوق الضعف بالنسبة لللبد وهذا الليبيد مصدر هذه الطاقة العالية هي وجود السلاسل الكربونية والطاقة المخزنة بين ذرات الكربون لنرى الآن أعزائي الطلبة أنواع الليبيدات لأننا سنتخصص بها أيضا عند تصنيف هذه الليبيدات هي مركبات عضوية ولكن يوجد بعض الليبيدات تختلف في خصائصها وتركيبها الكيميائي من مركب إلى آخر فتم تصنيف داخلي لأنواع الليبيدات أيضا فقد تم تصنيفها إلى الزيوت والدهون ثم الليبيدات المفسفرة ثم الاسترويدات ثم التربينات سنبدأ أولا بالدهون والزيوت بداية الدهن ما هو المقصود بالدهن؟ لنرى في هذه الصورة الدهن فكلنا يعرف طبق أو قالب الزبدة فهذا يعتبر قوام صلب إذا ويعتبر مادة دهنية إذا ما المقصود بالدهن هي مركبة عضوية لأن أصلها موجود في الخلايا حيوية قوامها صلب كما نشاهد هنا شحمية وهذه المركبات تتكون في داخلها من أحماض دهنية مشبعة تنتجها الحيوانات أي لا يمكن وجودها أو لا يمكن إنتاجها من قبل النباتات. أيضا أزي وظائف هذه الدهون. الدهون. لماذا توجد هذه الدهون في جسمنا وما أهميتها؟ ضروري جدا وجود هذه الدهون حيث تعتبر كما أسلفنا سابقا بأنها مصدر للطاقة وهو المصدر الثاني بعد وجود الكربوهيدرات. أيضا وجودها يحمي الأجزاء الداخلية في الجسم، فتحمي الأعضاء الحيوية كالقلب والكبد والرئتين وهكذا. وتشكل طبقة عازلة أيضا لها للحرارة والبرودة وتتجلى هذه في الكائنات الحية والحيوانات المختلفة. لننتقل الآن إلى الزيت. بالنسبة للزيوت كما نشاهد هنا الزيوت المختلفة، ما المقصود بالزيت؟ أيضا هي مركبات عضوية حيوية. قوامها سائل فكلنا نعرف بالزيوت وانواعها فهي قوامها سائل تتكون ايضا من احماض دهنيه غير مشبعه وهذا شرط تكون الزيوت بوجود بعض الاحماض الدهنيه في تركيبها لكن يجب ان تكون غير مشبعه وسنتعرف على هذا المفهوم لاحقا وتنتجها بعض النباتات لنرى وظائف الزيوت ووظيفة الزيوت معروفة ومحدودة هي مصدر طاقة لنمو البذور تحت الأرض، فعند زراعة البذرة في التربة لا توجد الشمس أثناء ذلك ويتم إنتاج الطاقة وتحويل هذه الزيوت المخزنة لنمو هذه البذرة إلى فوق الأرض، ثم تستمد طاقتها بعد ذلك من الشمس. لنبدأ الآن بتركيب الزيوت والدهون. تعرفنا على المقصود بالزيت والدهن لنرى التركيب الكيميائي لهذا الدهن وكيف يمكن تكون جزيء الدهن أو الزيت من خلال هذا الشكل سنناقش الأسئلة التالية سنعرف معا أو سنناقش ما الوحدة البنائية في جزيء الدهن ثم ما عدد ذرات الكربون في الجليسيرول ثم الفرق بين الحموض الدهنية الثلاثة وماذا يسمى كل نوع ثم السؤال أخي كيف يرتبط كل من الحموض الدهنية مع الجلوسترول في التفصيل من خلال هذا الشكل ونناقش أيضا ماذا يسمى تفاعل اتحاد الحموض الدهنية مع الجلوسترول مع نواتج التفاعل ما الجزء الناتج هل هو دهن أم زيت وكيف نعرف ذلك ونفسر هذه الإجابة وماذا يسمى التفاعل المنعكس؟ إذا عكسنا المعادلة وهذا التفاعل، ماذا يسمى هذا التفاعل؟ وماذا يحتاج لإتمامه؟ كل هذه الأسئلة مجتمعة سيتم الإجابة عنها من خلال الشكل التالي، بدايةً ها هو لدينا جزيئة الدهن أو الزيت، لا نعرف هنا سنحدد لاحقاً كيف وكيف نتعرف على هذا المركب؟ هل هو دهن أم زيت مباشرة؟ لنبدأ، هذا الدون جزيء تكون من تفاعل مرتب يسمى الجلسترول، جزيء مركب كيميائي هو عبارة عن كحول ثلاثي المجموعات الهيدروكسيلية كما نشاهد هنا سي او اتش سي او سي فهذا يسمى الجلسترول، وهذا الجلسترول تتواجد به ثلاث ذرات كربون، عند تفاعلهم مع الأحماض الدهنية، كم يحتاج هذا الجلسترول لتكوين الدهن؟ يحتاج إلى ثلاث حموض. دهنية فكما نرى الحمض الدهني الأول والحمض الدهني الثاني والحمض الدهني الثالث وكل حمض دهني يتميز بوجود مجموعة نشطة أيضا تسمى الهيدروكسيل ويتم التفاعل بين الحموض الدهنية الثلاث مع مجموعات الهيدروكسيل النشطة أيضا في جزيء الجليسيرول وذلك بنزع جزء ما من بين هذه المجموعات تباعا لنحصل على ثلاث جزيئات من الماء بعد انتهاء التفاعل في تكوين جزيء الدهن، فترتبط مجموعه الهيدروكسيل الاولى مع الثانيه في الحمض الدهني، وترتبط مجموعه الهيدروكسيل في الجلسترول الثانيه مع الحمض الدهني الثاني من خلال مجموعه الهيدروكسيل الخاصه به كما نشاهد هنا، وايضا المجموعه الثالثه النشطه في نفس جزيء الجلسترول. ترتبط مع الحمض الدهني الثالث أيضا من خلال التفاعل مع مجموعة الهيدروكسيل الخاصة به ويتكون هذا المركب المعقد الموجود أمامنا فإذا نظرنا إلى هذا الشكل تماما سنرى بأن الجليسرول هو الوحدة البنائية مع الحموض الدهنية الثلاث هي التي تكون جزء الدهن الواحد إذا قمنا بعد عدد ذرات الكربون في الجليسرول سنجد بأنها ثلاث ذرات فقط كما نشاهد هنا أيضا إذا قلنا ما التفاعل الذي نحتاجه ما اسم التفاعل الذي نحتاجه لتكوين هذا الجزء الدهن أو الزيت هذا عندما نقوم بنزع ماء فهذا يعني تجفيف إذا التفاعل يسمى تفاعل التجفيف واذا عكسنا هذه العمليه اي جزيء الدهن نريد ان نذيبه لتكوين او للحصول على المصادر البدائيه له سنجد بان هذا التفاعل سنضيف ما تم اخراجه سابقا اللي هي جزيئات الماء ثم بمساعده الانزيمات المختلفه الموجوده في من افرازات الكبد والبنكرياس ويسمى هذا بالتحلل المائي اذا تركيب جزيئ الدهن مهم جدا تركيب جزء الزيوت مهم جدا حيث يعتبر فاذا نظرنا هنا الى هذا الجزء كيف نعرف بانه زيت ام دهن سنرى بان ذلك من خلال الحموض الدهنيه اذا كان يوجد في اي حمض دهني رابطه ثنائيه كما هي مفصفره هنا باللون الفسفوري ستكون هذه الرابطة الثنائية بين ذرات الكربون إذا كانت ثنائية فهذا يعتبر حمض دهني غير مشبع، وبالتالي المركب الناتج يعتبر جزيء زيت. أما إذا كانت الحموض الدهنية الثلاث روابطها في السلاسل الكربونية بين ذرات الكربون أحادية، فستكون هذه بالتأكيد جزيء دهن هو الناتج. إذا بالخلاصة أعزائي الطلبة، سنناقش معا أو نجيب على الأسئلة التالية: ما الوحدة البنائية في جزيء الليبيد؟ تمام أحسنتم جزيء كليسترول واحد كما شاهدنا ها هو وثلاث جزيئات حموض دهنية فهذه الجزيء الكليسرول مع الحمض الدهني المرتبط ثلاث مركبات منه كما نرى هنا لنرى الآن السؤال التالي كم عدد ذرات الكربون في الكليسرول ها هو أمامكم أحسنتم ثلاث ها هي الأولى الثانية الثالثة إذا ثلاث ذرات كربون موجودة في مركب أو جزء الجليسيرول. لنرى الآن ما الفرق بين الحموض الدهنية الثلاثة وماذا يسمى كل نوع؟ الحموض الدهنية يوجد منها نوعين هما حموض دهنية مشبعة وهي تعتبر جميع روابطها بين ذرات الكربون أحادية داخل السلسلة الكربونية وها هي المركب كما نرى هنا ذرات الكربون مرتبه وجميع ذرات الكربون في هذه السلسله الكربونيه توجد رابطه احاديه فقط بين ذراتها لذلك يعتبر هذا الحمض الدهني مشبع اي لا يوجد ما نستطيع كسره من هذه الروابط الحمو... النوع الاخر هو حموض دهنيه غير مشبعه ما المقصود بها هي الحموض الدهنيه التي تكون او تحتوي على الاقل رابطة ثنائية بين ذرات الكربون كما نشاهد هنا. ها هي الرابطة الثنائية بين أحد الذرات أو بين ذرتين من ذرات الكربون في السلسلة الكربونية الطويلة. إن تواجدت على الأقل واحدة فيعتبر هذا الحمض يعتبر حمض دهني غير مشبع، وهذا عندما يوجد في أي مركب سيكون الناتج بالتأكيد زيت. كيف يرتبط كل من الحموض الدهنية مع الجليسرول وماذا يسمى التفاعل بالخلاصة يتم الارتباط عن طريق نزع ثلاث جزيئات ماء من بين مجموعات الهيدروكسيل في الجليسرول النشط ومجموعات الهيدروكسيل في الحموض الدهنية كل واحد على حدة وهذا التفاعل يسمى تفاعل التجفيف لنرى السؤال التالي ما نواتج التفاعل وما الجزيء الناتج دهن أم زيت؟ ونفسر إجابتك وكيف تم ذلك لنرى ناتج التفاعل جزء دهن أو زيت لا نعرف طب كيف نميز بينهما أحسنتم جزء في هذه المعادلة السابقة التي تم أخذها أمامنا كان جزء زيت كيف عرفنا ذلك ونفسر هو وجود رابطة ثنائية بين ذرات الكربون أي وجود حمض دهني واحد غير مشبع لذلك كان الناتج زيت وليس ده. كما هذه الرابطه امامنا هنا لنرى الان التفاعل المنعكس ما المقصود بالتفاعل المنعكس ولماذا يسمى ذلك وماذا نحتاج لاتمامه فهو تفاعل التحلل المائي ونحتاج لإتمامه ثلاث جزيئات ماء بالإضافة إلى عصارات الكبد المعروفة الصفراء وإنزيمات اللايبيز التي تقوم بتفتيت هذا الجزء إلى وحداته البدائية والبنائية لننتقل ثانية إلى الليبيدات المفسفرة وهي النوع الآخر من تصنيف الليبيدات فما المقصود بالليبيد المفسفر؟ الليبيد المفسفر كما نرى هنا يأخذ هذا الشكل يتكون من رأس وذيل والرأس كما نشاهد هنا والذيل عبارة عن حموض دهنية ولكن يشترط هنا وجود حمض دهني غير مشبع في هذا التركيب للتمكن من تكوين الليبيد المفصفر إذا ما هو هذا الليبيد المفصفر؟ هو مركب عضوي يتكون من جزيء جليسيرول وحمضين دهنيين أحدهما غير مشبع وهذا شر وهذا يكون الذيل الغير قطبي كما نشاهد هنا طب أين الحمض الدهني الثالث؟ لقد عرفنا بأن الدهون سابقا تتكون من الجليسيرول وثلاث أحماض دهنية الليبيد المفسفر يتشابه معها في الجليسيرول والأحماض الدهنية لكن أين الثالث؟ استبدل الحمض الدهني الثالث بمجموعة فوسفيت مرتبطة بالكولين هنا وهذه المجموعة تعطي خاصية جديدة لهذا المركب لذلك تم تصنيف بعيدا عن الدهون في فرع جديد يسمى الليبيد المفسفر وله أهمية كبيرة جدا لنرى هذه الأهمية تكسبه رأسا قطبيا يذوب جزئيا في الماء كما نرى هنا، فهذا جزء الليبد المفصفر يتكون من رأس وذيل، الرأس يذوب في الماء بينما لأن تركيبه فوسفيت مع الكولين، والذيل لا يذوب من في الماء لأن تركيبه دهني يعتبر كاره للماء، لنفكر بعد ما سبب قابلية اللبيدات المفصفرة للذوبان في الماء وعدم قابلية الدهون لذلك؟ اللبيدات المفصفرة تذوب في الماء، الدهون لا تذوب في الماء، كارهة للماء تماما، فما تفسير ذلك؟ لنفكر احسنتم اجابه صحيحه اذا قابليه الليبيدات المفسفره للذوبان في الماء بسبب وجود مجموعه الفوسفات المرتبطه بالكولين وهذا يعطيها القطبيه للإذابة في الماء بينما الدهون غير قطبيه لانها تخلو من هذه المجموعه لننتقل الى وظيفه الليبيدات المفسفره فهي تدخل في تركيب الغشاء الخلوي واغشيه عضياتها الداخليه فهذا شريحة لغشاء خلوي، وهذا الغشاء خلوي يبدو جليا لنا تركيب الليبيد المفصفر فيه، حيث هنا ها هي الرؤوس والذيول، لكن لماذا يظهر لنا على شكل طبقتين؟ لماذا؟ لقد عرفنا على تركيب الليبيد المفصفر، وهذا سؤال مهم، الليبيد المفصفر رأس محب للماء وذيل كاره للماء، والخلية محاطة من الخارج بسائل السائل البيني ومن الداخل بالسيتوبلازم أي سيتوسول الماء إذا خارج الخلية ماء وداخل الخلية ماء فعند وضع الليبد المفصفر في الماء الرؤوس تتجه إلى الماء بسرعة بينما الذيول تغ تكره الماء لذلك تتقوس في سبيل ابعادها عن الماء وهذا ما يعطيها الشكل الطبقي وهي ثنائي الطبقات في الغشاء الخلوي بسبب هروب الذيول الكارهه للماء الى بعضها البعض وانغلاقها على بعضها فتبدو الرؤوس في الاعلى باتجاه الماء وايضا في الاسفل باتجاه الماء. وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم سنرى الأسئلة التالية اختر الإجابة الصحيحة ماذا يسمى تفاعل اتحاد الحموض الدهنية مع الجليسيرول؟ هل يسمى هل هلجنة؟ هدرجة؟ تجفيف؟ أكسدة؟ أسمع أحسنتم؟ تجفيف برافو لنرى السؤال الآخر ما نوع الحموض الدهنية التي تدخل في تركيب الدهون؟ هنا يوجد تخصص، لا نقول زيوت، لا نقول الدهون وزيوت معًا، نقول دهن، إذًا لنرى هل هي أحماض دهنية مشبعة، أحماض دهنية غير مشبعة، أحماض أمينية أم أحماض نووية؟ أحسنتم، هي أحماض دهنية مشبعة لأن الدهن كل روابط الكربون تعتبر وشبع. الى هنا اعزائي الطلبه نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم اشكركم على اهتمامكم ودمتم في رعايه الله